هذا تطبيق وظيفته حذف الصور ومقاطع جهات الاتصال المكررة، لكن فيه تنويه مهم جدا. طبعا المطور ذكر في سياسة الخصوصية هنا أنه التطبيق ما يجمع بيانات أو غيره، لكن بعد فحص التطبيق تبين أنه مربوط في سيرفر خارجي. فعشان نتفادى الشيء هذا وأستفيد من التطبيق، التطبيق جيد صراحة، فحرام أخسره عشان النقطة هذه. فعشان أتفادى النقطة هذه، كل عليك تحمل التطبيق بعد اكتمال تحميله. طبعا بعد ما يكتمل تحميله قبل تفتح التطبيق، كل عليك تعطل النت تماما، وضع طيران أو تشيل واي فاي بكيفك. المهم أنه تضمن جهازك حاليا ما في نت، ثم بعد ذلك تفتح التطبيق. طبعا انتظر حسب سرعة نتك، حسب حجم بياناتك. بعد كذا نقول السماح بالوصول جهات الاتصال، السماح بالوصول لكل شيء، ما عندنا مشكلة. ثم نقول سوي لنا تنظيف للصور. طبعا يبحث حسب حجم كمية صورك، فيبحث حاليا عن الصور حقتي. قال لي فيه ثلاث صور مكررة، هذه هي ثلاث صور مثل ما تشوف، هذه مكررة ثلاث مرات، حددهم لي. كل عليك تسوي حذف من هنا. الآن ضروري جدا بعد ما تخلص من هنا وتخلص من جهات الاتصال، ضروري جدا تحذف التطبيق أولا، تحذف التطبيق تماما، ثم بعد حذفه تشيل النت. لكن لا تفتح النت قبل تحذف التطبيق كليا. الآن كذا انتهى وظيفة التطبيق، كل عليك أرجع وأحذفه. الآن خلصت من جهات الاتصال، خلصت من هذه الصور، خلصت من الصور والفيديو وجهات الاتصال، تأكدت أن جهازي نظيف تماما. بعد كذا الآن أحذف التطبيق، ثم أقدر أفتح النت. كذا مطور لا يمكن يوصل بياناتي مطلقا، تم معالجة كامل البيانات في جهازي.